رمضان كريم، كريم على كل شعوب العالم إلى الإرهابيين. الإرهابيين اللي برغم أزمة كورونا اللي في العالم كله إلا إنه ما منعهمش من الأذى. الإرهاب عمره ما كان دين أو سن أو لون. الإرهاب طول عمره فكر متطرف غرضه زعزعة الأمن ونشر الخوف بين كل أطياف المجتمع. وإحنا بنتابع مسلسل الاختيار اللي بيجسد بطولة أفراد قواتنا المسلحة واللي نمى حس الوطنية في قلب كل طفل وكل شاب بيتفرج عليه، وده على فكرة الشيء اللي الإرهابيين مش عايزينه. مش عايزين حد يبقى وطني، مش عايزين حد يكون بيحب البلد، وأكيد مش عايزين يسمعوا كلمة بابا أنا لما أكبر عايز أكون في الجيش، بابا أنا نفسي أكون شهيد. وفي عز ما الطفل ده بيقول الكلام ده يقرأ في شريط الأخبار اللي تحته وهو بيتفرج على نفس المسلسل عاجل استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد. يقول الطفل إيه بقى؟ بابا هو ليه بيحصل كده؟ هو الإرهابيين دول مش عارفين إن إحنا في رمضان؟ يرد الأب ويقول لك يا حبيبي الإرهابيين دول ما يعرفوش خير القتل، بيغدرهم في أي وقت، الناس دي مفيش ليهم ملة، افطر وادعي للشهداء حبيبي. الطفل ما خافش خالص، كل اللي قالوا هدعي لهم على طول يا بابا. صحيح يا بابا، هو أنا هقدر أتطوع إمتى؟ ده حوار أنا متأكد إنه دار في معظم البيوت المصرية امبارح. هنسمع دلوقتي تتر مسلسل الاختيار ونرجع لكم بعدها على طول. بدم عيش يا مايا مت عشان عيش، بدم عيش يا مايا مت عشان عيش، وعك يا ما في يوم تقني وتزعل، شوفي العساكر جندي جندي واسألي، ابني مات حس بقهط، لا ابنك بطل مهما حصل، ما الدم عيش يا ما يموت عشان عيش، انا عارف انك واقفة عهدك للزمن، انا عارف انك واقفة عهدك للزمن، الظلم منهم واحنا دافعين الدان، الله عالم من شايلها في المحن ومن ضرير، رغم البصر بضمير مفيش، ما الدم عيش ما الدم عيش ما الدم عيش ما الدم عيش يما يموت عشان عيش. الدقهلية كعادتها قدمت شهيد جديد، الشهيد البطل ابن ديم الشلت مركز تكرنس، ملازم أول عبد الحميد صبح الإمام، وحيد أبوه وأمه، جي لأبوه بعد أكتر من 10 سنين جواز. وكانت الفرحة ملهاش حدود لما دخل الكلية الحربية علشان مصر. الشهيد يدوب متخرج من شهور والناس لسه بتبارك لهم بتعين ابنهم ظابط في الجيش بقى. وقبل الفطار ب10 دقايق وهو صايم غدر بيه وبزملائه الإرهابيين أعداء الوطن والدين. الشهيد كان خاطب، خطيبته عرفت خبر استشهاده عن طريق السوشيال ميديا، فتخيلوا الوجع، تكوني بتشوفي بوستس الفيسبوك وتلاقي صورة خطيبك ومكتوب جنبه الشهيد البطل ملازم أول عبد الحميد صبح الإمام. إحساس صعب، إحساس صعب جدا، ورغم إنها أكيد فخورة إلا إنها أكيد مصدومة. لسه مخطوبين جديد، وكمان فرحهم زي ما قال والده آخر السنة، وتخيلوا أهله اللي الشهيد قال لهم إن هو في الإسماعيلية مش في سين علشان ما يلاقوش،
تخيلتم الوجع؟ هنسمع دلوقتي مع بعض حوار والد ووالدة الشهيد عن استشهاد ابنهم الوحيد ورسالتهم للإرهابيين، واللي قام بيه زميلنا العزيز محمود فوزي مراسل قناة تن، ونرجع لكم بعدها على طول. ابني الوحيد ودخل الكلية الحربية وتخرج وشغال بقاله سنة، وفاته المنية امبارح. آخر لقاء كان بينكم انت؟ نمت أسبوعين تلاتة، كان هنا في أجازة. ايه اللي ضار بينكم؟ ومكلمه امبارح، كان بيسأل عليا، كنت تعبان شوية وبطمن عليه. انت عامل ايه يا ابن الكويس؟ الحمد لله مفيش اي حاجة، ولا قال لي هو طالع ولا نازل. حضرتك تلقيت الخبر ازاي؟ تلقيته شوف اما يكون ابنك الوحيد تتلقى ازاي، ولكن الحمد لله حسبي الله ونعم الوكيل. في كل انسان وحش، حسبي الله ونعم الوكيل، ونحتسب عند الله ان شاء الله. كان طموحات الشهيد ايه؟ نعم، كان طموحاته ايه الشهيد؟ طموحاته شهاد، من يوم ما دخلوا نفسه في الشهاد وسعى لها وربنا نواه. نعمل ايه، وده قضاء الله. كان دايما بيطلب الشهادة؟ دايما، حتى بالذات بينه وبينه، بينه وبين والدته، يقول لي انا استشهد، انا استشهد، انا اللي عليا الدور. هو الابن الوحيد لحضرتك؟ وصمم يدخل كلية الجيش. حابب تقول كلمة للإرهابيين؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، ربنا ينتقم لنا منه، ربنا ينتقم منه، ربنا ينتقم منه. يلا هنعمل ايه؟ الشهيد كان خاطب ومرتبط؟ خاطبين بقاله شهرين بس. كان مقرر ان الجواز يبقى الفترة الفترة بقى في اخر السنة. الجواز ماشي. وحيد استنى 10 سنين، قعدت اتجوزت ما خلفتش الا بعد 10 سنين، وساعة ما يجي يغدروا بيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. فرحك النهارده يا قلب امك وعينك، فرحك النهارده يا عبد، احتسبتك عند الله يا حبيبي. ما تغلاش على ربك يا عبد، ما تغلاش على ربك يا عبد. حبيبي يا عبد، حبيبي يا قلب امك. اخر مره شفتي امتى يا ماما؟ هو كان في سنه وما قاليش، كان في سنه وما قاليش، قال لي في الاسماعيليه يا اما. عارف ان هو وحيدي وحبيبي، عارف ان هو وحيدي وحبيبي، قال لي في الاسماعيليه يا اما، ما تقلقيش علي. وهو في سنه وانا ما اعرفش، ماشي بعيد عني، ماشي بقاله 3 اسابيع، 3 اسابيع ماشي. يوم 12 يا قلبي وعيني، يوم 12 يا عم، يا وحيدي وسندي وكل اللي ليا في الدنيا يا عبد، كل اللي ليا في الدنيا يا حبيبي، كل اللي ليا في الدنيا يا عبد. الست المصرية اللي قدمت ابنها من أجل مصر علشاننا كلنا، ابنك استشهد علشان مصر تكون مستقرة وأمنة، ونقدر نكون في بيوتنا آمنين. احنا ممنونين ومقدرين لكل أسرة في مصر قدمت شهيد أو مصاب. قد إيه توجعت لما سمعت الحوار ده. سينا طول عمرها بتتراوب دم شهدائنا الشريفة، وبكل فخر احنا هنفضل نضحي فداء في سبيل الوطن. احنا كتير وكتير قوي، ومهما استشهد مننا احنا مش بنخلص. توقع الشخصي ان اللي حصل ده كان رد فعل الارهابيين على كمية الوطنية اللي زادت في الشعب المصري. يعني بقيت تلاقي كل الناس احنا عايزين نتطوع، احنا عايزين نروح سينا، وده حاجة كويسة جدا، حاجة كويسة جدا ان الوعي الوطني يكون بالاسلوب ده، بالشدة دي.
واحنا هنفضل كده مهما حصل. محدش هيقدر يلوي دراعنا، محدش هيقدر يخوفنا، واكيد اكيد محدش هيقدر يحبطنا ويعوق تقدمنا. احنا اكيد هنتغلب على كورونا، واكيد هنتغلب على الارهاب، ولما يجي اليوم ده صدقوني احنا محدش هيقدر علينا خالص في العالم كله، لان بكده هنفوق، لان احنا نبني وبس، مش نبني ونحارب مرض وكمان نحارب ارهاب. احنا بنحارب في كل الاتجاهات، وبنحارب في معركة اصعب من دول كلهم، بنحارب حرب وعي، ودي لوحدها يعني حاجة كبيرة جدا. ان شاء الله لما نكسب في كل الحروب دي هنركز جهودنا كلها ان احنا نبني ونبني بس، وساعتها فعلا تقدروا تشوفوا مصر.